طارا، فتلاقوا الخوف من مواجهة الناس والخوف من الجماهير لدرجة إن في ناس تصادف حالة من الرهبة وتطلع يتوه منها الكلام ويتوه منها كل حاجة في دماغها، وهنا لازم المشكلة تتعالج، وسهلة إنها تتعالج. في خوف بقى، خوف من الموت، وفي خوف من المرض، وفي خوف من المستقبل، وخوف من الفقد والهجر، في خوف من الخيانة والتعرض للخيانة، في خوف من تقلب المشاعر، في خوف من الفقر، خوف من الاحتياج. بعض الخوف مبالغ فيه، وبعض الخوف موضوعي ومنطقي، لكن كل ما قدرت أخلي الخوف في إطاره الموضوعي كل ما سيطرت عليه وعشت الحياة. كمان لقيوا إن الخوف من الشعور بالوحدة من أكتر حالات الخوف انتشاراً، خاصة شوفوا هنرجع تاني لموضوع التعلق، لو كنت متعلق بحد وعندك إحساس بالتهديد وإنك ممكن تفقده، وإذا كان هو بيستمتع بده أو بيوصل لك طول الوقت إحساس بالتهديد إنك هتفقده، يبقى ده من أخطر أنواع المخاوف، وبيهددك بالوحدة. والشعور بالوحدة حالة خوف منتشرة وقاسية جدا، وفكرة انك تعيش بعيد عن شخص انت متعلق بيه بتغرق الانسان في حالة من الخوف والحزن والألم. يعني شايفين تجتمع التلاتة لدرجة ان بعض الناس بتسيطر عليهم المخاوف دي لدرجة الاكتئاب، حتى لو ما حصلش اللي هم خايفين منه، من كتر التوقع هم ممكن يقعوا فريسة للاكتئاب. علشان كده من المفيد جدا ان احنا نعلي مهاراتنا ونطور شبكات علاقاتنا الداعمة ونسعى للتوازن في الحياة. تعالوا بقى ناخد تليفون ونرجع نكمل. أستاذة صفاء على التليفون، أهلا وسهلا. مساء الطاقة الإيجابية والسعادة. مساء الفل عليكي، منورانا. منور بيكي حبيبتي، وكل سنة الفازة دي جميلة وين؟ ومساء الأغاني الحلوة والروقان والجبال كله. خليك في أحسن حالاتك بقى. بشكرك جدا، انا افتكرتك في بدايه الحلقه عشان استاذ أيوة وليد طبعا. كان بيتكلم عن التعلق والمتعلقين، وانبسطت قوي من تعبيرك، تعبير قوي جدا جدا. وهرد بقى على التعبير ده فيما بعد انتهاء حلقه التعلق. حاضر، اوكي، بس هفكر الناس عشان اللي لسه داخل معانا. انت قلتي التعبير بتاع ايه؟ المتعلق زي اليويو يتخبط في الحيطه يرجع تاني للمرق. يعني عجيب، انت ما وجعتكش الخبطة؟ لا وجعتني، بس راجع لك تاني. وجعتني وجع شديد حبيبتي، ومع ذلك مش قادر استغرب، كأنها حالة إدمان. حبيبتي انا بقى هقول التعافي من الإدمان، يعني اعبر عنه ليه؟ اعبر عنه زي ما سميرة سميت وديني سبت هو وحصلت ايوه حياتي بصفحة بصفحة بيضة وشنطة شخصيات جديدة، مطلعش صعب اني اعيش وحيدة. طب ومن خلال تجربتك الشخصية فعلا مطلعش صعب؟ في صعوبة في الاول، وبعد كده لا، بلاقي فعلا اصدقاء جدد، وبجد حياتي مفيش وحدة تامة، في قدر من الوحدة، بس اصبحت بستمتع بخالي من الالم. لك يعني فعلا الخوف من الوحدة ده كان اكبر من مشاعر الوحدة لما بقيتي وحيدة؟ يعني الخوف منها كان أكبر من الموقف نفسه؟ أكبر بكتير. يعني أنت كنت خايفة؟ صعب أبداً إني أعيش وحيد. ما طلعش صعب، رغم أن أنت عارفة أن الخوف من الوحدة زي ما قلت في بداية الفاصل من أكبر المخاوف اللي بتسيطر على الناس. صحيح، وأنت مريتي بتجربة الخوف من الوحدة، لكن طلعت الوحدة أرحم وأكثر لطفاً من انك عايشه خايفه ومتوقعه الخوف. هو البلا والانتظار. هو يا رب لا يقع ولا ننتظره. ما هو لو في صفيات ثانيه بقى يبقى لا يقع ولا ننتظره يا رب. العلاقات الثانيه هي اللي ندعي فيها. صحيح، اجمل علاقات ان شاء الله. في حلقه التعلق هيكون لينا كلام عن التجربه بالتفصيل. يعني بشكرك جدا جدا. عندي غلط في حلقة التيك تيك اللي جاية. عايزين تكلمينا عن ازاي الكفيف يعمل ملف على النوت. حاضر، ازاي المكفوفين يعملوا ملفات
ملف ايه، صوتي ولا ملف وورد كلام؟ لا وورد وورد. ملف وورد. هل لقيتي صعوبة في انك تنشئي ملف على ال، كنت محتاجة تكتبي نص يعني؟ ايوه عايزه يعني محاوله لكتابه روايه، وبحاول اكتب على النص ومش عارفه افتح الملف ازاي. ما شاء الله عليكي، طبعا انا مبتدئه زي ما حضرتك عارفه. ما شاء الله عليكي، بارك الله فيك. أسعدتيني، أسعدتيني إنك عايزة تكتبي رواية، والله أسعدتيني. يعني محاولة. إن شاء الله، إن شاء الله، يعني يا رب كل التوفيق ليكي، وأسعدتينا كمان بمشاركتك الجميلة. شكرا، 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 وإنتي بكل خير، مع السلامة.